متابعي ومشاهدي قناة وموقع القنيطرة 36، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الحصيلة الرياضية. يرافقني في تحليل حلقة اليوم وكالعادة الزميل الصحفي براديو MFM السيد عمر أشبا. مرحبا بك سهوم. مرحبا سي محمد البحري، مرحبا سي حميد أوسار مخرج الحلقات، وأهلا وسهلا بمتابعي الحصيلة الرياضية عبر موقع كنيطرة 36. سهوم، توقعت بأن النادي القنيطري يفوز وفاز وكنتي غادي تجيب جوج هنا وحده هنا على شوية. بخلاصة سي عمر، كيفاش شتي المباراة ديال اليوم؟ بخلاصة ولا بغيتي عنوان كاع نعطيه لك، بأن لا بغيتي عنوان نقول لك النادي القنيطري يسرق الفوز اليوم أمام شباب قسم التادلة، خاصة في الجولة الثانية. الجولة الثانية ما شفناش بكل صراحة فريق النادي القنيطري، ما جعل الجمهور أنه واحد الوقت كيتنرفز وكيبدا يتدخل وكيشير حركات الكرسي الاحتياط ديال النادي القنيطري، وكذلك الاشارات اللي كان كيديرهم المدرب يعيش كان كيقول حتى المهاجم الاوسط كومبوس رجع ملي كومبوس ما كيريش. هذا كيعكس ان النادي القنيطري عانى وعانى بشده خلال الجوله الثانيه اللي دار فيها الفريق ديال قسم التادله، فريق قوي وفريق منظم وفريق زعما ما كيستاهلش هذه الرتبه اللي كيتوجد فيها حاليا. يمكننا نضيفوا عنوان اخر سي عمر، واش متفق معايا فيه ولا لا؟ يعيش كسب ثلاث نقاط ويقصر الاقناع. اكيد الفريق ما كانش مقنع في هذه المقابله هذه، لان باش تكون كتصارع على احدى البطائق ديال الصعود خصك تكون عندك المقومات ديال الفريق القوي. ما نبقاوش نكذبوا على بعضياتنا، راه في ظل هذا المستوى هذا راه الامور صعيبه وصعيبه جدا، ما تغرناش بحال النتائج هذه، لان خاصه امام انديه اكيد هناك تحفيزات خارجيه كتجي للانديه اللي غتواجهنا، ولكن تاع الفريق خصو حتى هو يكون مجد راسه بحال هاد المسائل. اليوم جات قسم التادله شفنا المستوى اللي ضرب فريق النادي القنيطري، بكل صراحه مستوى لا يبشر بخير لفريق اللي كنقولوا كينوي يحصل على احدى البطائق ديال الصعود. فوز الماس سي عمر ورجاء بني ملال يعني ابقى الوضع كما هو عليه، يعني نفس الترتيب باستثناء هزيمه نهضه الزمامله اللي في تراجع كبير. بالمقابل هناك يعني واحد القفزه صاروخيه لفريق وداد تمارا اللي تحدثنا عليه في الحلقه السابقه. انا نبدا من الاخر، من وداد تمارا اللي كنا تنبئنا لان هذا الفريق عايد وعايد بالقوه، لان هذه الفوز الثالث او الرابع ما نذكرش مزيان على التوالي. اذا هذا الفريق توا بدا كيكسر الانياب ديالو، واي خطوه خاطئه من هذه الانديه ديال المطارده غتلقى هذا الفريق توا لاصق في المرتبه الثالثة أو الرابعة. فريق المغرب الفاسي أو فريق بني ملال كا نادي القنيطري ملزومين عليهم أنهم يفوزوا، ما كتهمش الطريقة ولكن كتهم النتيجة. هذا هو اللي غنبداو نشوفوه في هذا الثلث الأخير ديال الدوري الاحترافي القسم الوطني الثاني، غنشوفوا نتائج بدون إقناع. أنا ما شفتش مقابلات ديال المغرب الفاسي ولا ديال بني ملال، ولكن اكيد غادي يكون نفس المستوى، لان هاد الانديه غتولي تقلب على ثلاثه النقاط اكثر من الاقناع او الفرجه اللي تفرح بها الجماهير ديالها. نعم سي عمر، وصلنا للمحطه 24 قمه الدوره بامتياز، المغرب الفاسي يستضيف النادي الرياضي. وهذا هو هذه المقابله والمنعرج الكبير، يا يعني اما بالنادي القنيطري او المغرب الفاسي، وفي حالة كاع إلا تعادلوا هاد جوج فإما بني ملال غادي تهرب أو بني أو لا تمارا غتدخل معاك حتى في الحسابات. إذا هذا بطبيعة الحال حنا كعشاق ديال الفريق ديال النادي القنيطري كنتمناو نتيجة إيجابية للفريق ديالنا، ويجمع الفريق يجمع راسو، لأن كما ذكرت في ظل هذا المستوى اللي شفناه اليوم أنا نوعا ما ولا عندي واحد شوية ديال التخوف. نتمنى أن الفريق يعود، ما نبقاوش نتخباو حنا نقولوا عندنا غيابات وعندنا هذا، لا، فريق عنده لائحة ديال اللاعبين نورمالمون داروا انتدابات، داروا اي لاعب يدخل يعطي اللي عنده، اما نبقاو نتخباو راه حنا هذا غايب هذا ما جاش هذا مبليسي، هذه ماشي اجوبه مقنعه. كما ذكرت حاليا النادي القنيطري في واحد المنعرج خطير وهو امام المغرب الفاسي، الى حقق فيه نتيجه ايجابيه
نتمنوا اننا نبقاو كنلاحقوا فريق واحد وبني ملال على ان نبقاو دايرين ثلاثه ديال الانديه الارانب، وحنا تابعين كنتسناو اي فوبا ديال واحد فيهم باش نقدوا على البطاقه الثانيه، وهذه اللي كنتمناوها بطبيعه. سي عمر، حضور جماهير اليوم كان كبير وكبير جدا، يعني انصار النادي الرياضي قبل الكركان وفي الموعد، بالمقابل النقطه يعني السوداء في هذه المباراه هو سوء التنظيم خاصه بالنسبه لمنصه الصحافه. مشاعر منصة الصحافة، هذا مع الأسف كيأكد نوعا ما الضعف ديال بعض المسيرين أو نمشيو نيشان لا كاينة شي لجنة ديال التنظيم، لأن مع الأسف أسوأ مقابلة أنا حياتي شفتها من نادي القنيطرة في التنظيم. فحتى الطرقات أنا ما فهمتش علاش الطرقات المؤدية للملعب كلها دايرين دي باريير ما يدوز حتى شي واحد، وحتى المصالح الأمنية عطات قيمة كبيرة لهاد المقابلة اللي كانت هي مقابلة عادية وعادية جدا. جمهور تجاوب مع النداءات اللي كانت عبر المواقع الاجتماعية بالحضور وحضر مشكور، لأن تقريبا الملعب عمر عن آخره، ولكن هذا الجمهور راه جاي عندك ضيف، والضيف دائما خص يتكبر به، ولكن باش يجي الضيف مخلص فلوسه ومخلص وقته ويجي ويتكرفص هذا ما لا ما ما ما, ما, ما يتقبلش. الجمهور ديال القنيطرة اكيد كيستاهل اكثر من هذا الشيء اللي شفنا اليوم. اما لا جيتي نهضر معك على من الصحافة، انا كنقول لك فينا هي من الصحافة اصلا. نتمنوا يعني تفادي مثل هذه السلوكات والتي تسيء لسمعه فريق عريق في حجم النادي الرياضي القنيطري. ما بقى لي مشاهدينا الكرام الا نودعكم ونودع السي عمر الصباخ ومخرج الحلقه السي احمد اوصر، والى حلقه قادمه ان شاء الله. هذا كان هذه الفوز لجميع مكونات نادي القنيطري فيما فيهم الجمهور حلاله واللاعبين مشكورين والطاقم التقني والطبي. كما كيعرف الجميع كتلعب بها المقابلات مع السفوف الاخيره، ديما المقابلات كيكونوا صعيبه، وعرفنا كيفاش نربحوا ثلاثه النقاط اللي غتكون مهمه ان شاء الله في المسيره في البطوله ان شاء الله. وكنشكر الجمهور وتحيه لكم. شكرا. كنشكر اللاعبين على هذه المقابله القتاليه اللي قمنا بها. المقابله ما كانت صعبه، كل كيعرف ان الفريق ديال القسمه الثالثه في الكلعب كيتخبط في المراتب الاخيره، فدخلنا عازمين بريبارينا مزيان المقابله.